خطيب والمذيعات دايما قبل الحلقة بيبقى عندهم أفكار مجنونة، والنهاردة قعدوا يقلدوا فنانين قدام. أبو عزيز جاب لي جزمة بكعب عالي. صدقيني انت وجزمتك اللي كعبك فيها عالي ما عمرك هتمسي بيها الأرض. كعب 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 خلاص من هنا. ليه كده؟ هتقولي كده ليه؟ أنا قلتلك كده عشان أغتنم لشرفي ولشرف عيلتنا. العزبة كلها بقت مفيش خسرتها نوليا نوليا. هو أنت بتقولي يا عمو اللي تبقى في العزبة واحدة اسمها نوليا صفا؟ ضربك ضربك أنت هو ضرب. ما قدرتش امسك نفسي وضعفت وضربتها بالقلم على وشها. ان انت اصلا انسان مش محترم. الكرباك يا حاتم عشان عايزه تتربى. لا جايبه لي صاحبتك الخلبوس. سيبا بوسيبل. ايه ده ينفع كده؟ مش معقول. هو انا جوزتك بنتي عشان تصرف معاها في الطريقه دي؟ مش عايزه اشوف وش حماتي النهارده. يا حاتم يا حاتم لو سمحت لو سمحت ارجوك نقص صوتك شويه. مش عارفه بقى شخصي ليه شخصيك مين بوظت لنا المشهد كله. منها لله. سؤال بقى، انا كنت بعمل مين من الممثلات اللي هما من فترة قريبة حبة كده 20 سنة مين؟ لو عرفتوا نوليا وإيمي وخطيب بيقلدوا مين اكتبوا في الكومنتات على صفحة نفسنا على الفيسبوك.